أهلا بكم وأمسية طيبة. كواليس وتربص وتدريبات المنتخب الوطني الجزائري في ملعب السنغال الجديد بالعاصمة السنغالية داكار، أين سيجري المنتخب الوطني الجزائري غدا الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر مباراة ودي أمام منتخب السنغالي القوي، وذلك في حضور عدة نجوم أبرزهم صاد ديوماني، وكذلك حارس الأهلي السعودي وزميل رياض محرز مندي. وكذلك من جهته المنتخب الوطني الجزائري يتسلح بعدة نجوم أبرزهم رياض محرز مهاجم الأهلي السعودي، وكذلك عدة شبان لامعين أبرزهم ريان آيت نوري ودردير بوعلاني وفار شعيبي والبقية، وكذلك ركائز الفريق عيسى ماندي وكذلك بغداد بوجاح، ولا ننسى العائد سفيان فيغولي. يدخل المنتخب الوطني الجزائري هذه المباراة تحضيرا لنهائيات كأس أفريقيا بكوت ديفوار مطلع جانفي المقبل، كما صرح به جمال بن مالك.